فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، إذا توضأ الإنسان ذهب إلى دورة المياه وتوضأ وهو ساهي ولم يتذكر إلا بعد أن خرج من دورة المياه، فهل يعتبر له وضوء في هذه الحال؟ ليش؟ ما المانع؟ ساهي ما تذكر من وضوء شيء أبد، ولا يذكر عندما فتح الماء ولا المهم راح ذهب إلى الميضة وتوضأ. ربما تكون النية يعني غير موجودة. بون أم ولا وشلون؟ لا يعني ساهي فكر في شيء معين وتوضأ. إيه لكن لو ساهي بارك الله فيك، وش اللي روحه للميضة وغسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وانتهى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كل هذا هو ما يدعي عن نفسه. نعم يفكر في شيء معين أو في أمر ولا فكر ما يخالف. المهم هو يعتبر له وضوء. نعم له وضوء لا شك. حتى لو كان النية حتى ما يتذكر هل هو نوى أن يتوضأ ولا لا؟ راح له ناوي. لا يمكن ساهل. يقول العلماء رحمهم الله: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وجاء رجل إلى ابن عقيل عالم من علماء الحنابلة متقدم، قال له: يا أبا علي، نعم، قال له: يا سيدي، إنني أذهب أغتسل من الجنابة في دجلة، دجلة نهر، ثم أخرج وأنا أعتقد أني على الجنابة. قال له الرجل ابن عقيل رحمه الله: لا تصلي، لا تصلي. كيف ما أصلي؟ قال: نعم لا تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق. ورجل يذهب إلى دجلة يغتسل ثم يخرج ويقول: أنا ما أعتقد أني اغتسلت، هذا جنون. نعم.